هل نقض الوضوء مثل خروج الريح أثناء الطواف يبطل الطواف ويلزمني الإحرام مرة ثانية؟ وإن لم أتوضأ فهل علي ذنب وماذا أفعل؟ إذا انتقل وضوء الطائف في أثناء الطواف فإن طوافه يبطل عند جمهور العلماء، كما لو أحدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل بالإجماع. وعلى هذا فيجب عليه أن يخرج من الطواف ويتوضأ ثم يعيد الطواف من أوله، لأن ما سبق الحدث بطل بالحدث، ولا يلزمه أن يعيد الإحرام وإنما يعيد الطواف فقط. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الطائف إذا أحدث بطوافه أو طاف بغير وضوء فإن طوافه صحيح، وعلى هذا فيستمر إذا أحدث بطوافه يستمر في الطواف ولا يلزمه أن يذهب فيتوضأ. وعلل ذلك بأدلة من طالعها تبين له رجحان قوله رحمه الله. نعم.